اسمع جزائري اش قاسم. تبارك الله يا خويا تبارك الله تبارك الله يا ودي يا المغرب يا خوتي ياك يا ودي يا قطر هذه يا خوتي قطر. اسمع الجزائر اسمع. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على بركة الله. ندوزو الأول فيديو، علاش غادي نتعطلو؟ علاش ندوزو الأول فيديو؟ قبل ما نبداو هبط دير شي لايك وتابوني إلا ما مابونيش، خليو العجلة تدور، راشتكم لعستو مؤخرا، الله يهديكم. ندوزو الأول فيديو. يلا، كأس العالم للأندية لم يحضر فيها رئيس الفيفا انفانتينو، غاب عنها، وهي مسابقة تنظمها وتصرى عليها الفيفا. هذا عنده أكثر من دلالة. كيشوفوا غير فين يشدونا، شو الكراغ دابا الناس كيشوفوا تنظيم، كيشوفوا البنية التحتية، كيشوفوا شوف شدني في شي حاجة اللي كاينة. قول لي هذا الملعب عيان، قول لي هذا العشب ما لقيتو فين تشدو؟ قال لك رئيس الفيفا ما حضرش، رئيس الفيفا راه كاين غير في الدورة كيلعب مين يفوت. ها هو الإعلام الجزائري، الإعلام الجزائري سعيد بعدم حضور الفيفا لمونديال الأندية في المغرب، ليكن في علمكم أن الفيديو كان مقصر ماتش مع القجع. كان في الدورة، كان لاعب ماتش في الدورة. ها هو ناشطي. لعبوا ميني فوت، لعبوا في العشب، لعبوا في كل شيء، بقاو نتوما حاضيننا، بقاو حاضيننا اش كنديروا. انت اسمع اسمع اش قال. اسمع، كأس العالم للأندية لم يحضر فيها رئيس الفيفا انفانتينو، غاب عنها، وهي مسابقة تنظمها وتصرى عليها الفيفا. هذا عنده أكثر من دلالة. من دلالة أكثر من دلالة. اش من دلالة عندكم؟ شنو هو اللي فيه أكثر من دلالة؟ فاش حفل الختام ديالو بحال العزاء، جاي كيسلمو بسكتو الجمهور، ما كاينش واحد الجو كاع. تسنى الا كاين الفيديو انا ندوز لكم، ندوز الفيديو اخر. هاد اللقطه ما شافها حتى شي واحد، شوفوا التسلل واش تلقاوه. وكان نشرتم ان لا تخاف، انا في بلاد الملوك. شوف شوفوا شوفوا مودريتش اش دار. مودريتش غادي يجي يقلب المنصه واش قاسحه ولا لا، يضربها برجليه. علاش؟ قالوا لي راه الكراغ البال، الكراغ راه المنصات ديالهم كيطيح. جاي يقلب، جا انشيلوتي قال لي شوف راه حنا في بلاد الملوك ما تخافش، هنا راه كل شيء هو هذاك. شوف ما تخافش راه كل شيء ناضي، راك في المغرب. كل الجزائر كون طاحت بهم ديك المنصة. ندوز الفيديو اخر. اسمع جزائري اش قال. اسمع يا خويا تبارك الله تبارك الله يا ودي يا المغرب يا خوتي ياك يا ودي يا قطر هذه يا خوتي قطر. اسمع الجزائري اسمع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ودي، هذه في طنجة هذه لا، هذه غير في الرباط، الملعب ديال الرباط اللي مازال غادي يصلحوا ومازال يقادوا، ومازال حتى ديال طنجة يقادوا، ديال اكادير يتقادوا، ديال الماس ديال فاس، وديال مركب محمد الخامس، يعني يوليو كاملين عالميين. اوكي يا ودي انا عقلي حبسها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله طنجة، الله لا طنجة هذه يا وليدي. الرباط اصاحبي اش من طنجة. ادي شوف شوف الجزائري كيفاش تصدم. الله يبارك الله يقدر. ثم درتو ملعب واحد طيبتونا، وشفت شفت العشب ديالو مؤخرا، والله ما بقى عشب يصلح لكره القدم، ومازال غادي تشوفوه نتوما وقلبوا عليه. ندوزو الفيديو اخر. ها العزاء عندهم، العزاء في ملعب مانديلا. شوفوا حفل تسليم الكاس كي داز عندهم، باش صح كيعرفوا لا يحتفلوا لا ينضموا لا يصوروا لا يفرحوا مع الفائز. شوف حنا راه الريال اللي داتها ما داتها لا وداد، واحتفلوا كنصفقوا داك الشيء ناضي. شو المدرجات خاوي. اي والله الله يصبركم. يا ودي التنظيم عندك راه غلاوه. شوف بحال كيصبروا. ايش وتفتكر يا مولانا؟ عادل امام. الله يرحمه ويحسن اليك، الراجل طيب ابن حلال، لك الراجل جزمة وابن كلب حرام. مفيش داعي للكلام ده. تنظيم يا ودي تنظيم يا ودي. وحسن ايه؟ هو كان له محاسن خالص. وبعدين انت بتنافي مين؟ بتنافي واحد ميت. يا استاذ لا. والله لا، جو ديال العزاء عندهم.
تنزل فيديو اخر. هنا هنا هذه النقطه خسرتوا يردوا ليها البال المنظمين. نفتخر اليوم بتقديمنا هديه لرئيس ريال مدريد لورنتينو بيريز في قصر المؤتمرات المغربي بمناسبه نهائي كاس العالم للانديه من 50 هاوس الى بيريز. دابا هذا جزائري جا باش يقدم كادو لبيريز. واش ما عندين امكم النفس؟ واش دير امكم ما عندكمش النفس؟ مسدين الحدود والمروك المروك وجاي وباش جاي جاي بالتوني ديال الزليج. واش زعما النفس ما عندكمش؟ النفس ما كايناش. اعتذر الصوت واش مازال مقد؟ النفس زعما ما عندش تصلتكم نتوما انكم كتعيروا المغرب وكذا والمروك والمروك وجاي دابا بديك الشرويطه اللي لابس. حتى المنظم تخليوا هذا يطلع تما اش هادشي لابس الشريف كيما ديروا لهم كيما درت لهم قطر قالت لهم هادشي راه ديال الالوان حيد بحالك. لا لا هاد السليجه تاع ديال البن حيد بحالك الكولور بزاف ما مقبوليش. حتى هذا يطلع لما هذا ويقدم اتب الحيز ديالكم اصاحبي نتوما بالحسن نتوما النيف النيف وفي النيف ما تجيش ما تدخلش للمروك. النيف ما تجيش للمروك النيف ما تدخلش النيف ما تلبسش هذيك عندنا هنا في المروك ولا باش تبلحسوا وتلحسوا ريال مدريد. وكتشوف اسبانيا مع الوحده الترابيه السلام. وشفتوا التيفو اللي هزات اللي هزوا جماهير ريال مدريد فيه الخريطه كامله. اجيبوا الكادو تعطيهم السبليون وسط المغرب ما تلقاش شي مغربي يدخل الجزائر باش يعطي شي كادو تما لرئيس ميلان ولا باريس سان جيرمان ولا البارسا ولا شي واحد تما. حيت علاش حنا عندناش كاين النيف نتوما ما عندكمش النيف نقول لك اش عندكم انت. ها هو شت بالحيط شوف بغا يسلم عليه الجزائري كيسلم وحاط التليفون خايف لا تفوتوا هاد اللقطه هادي. شو السيد كيقول لي اش بغا يسلم هذا واش بغا يعطيني شي كاس العالم الانديه اخر. يونس شوف فيا حسام شوف فيا ندوزو الفيديو اخر. والله هاد الكراغل هادو ما كيحشموش اصاحبي وسنطيحه عندهم. شوف بيريز كيفاش كيشيل الجماهير المغربيه تصدم جا لقاهم كيشجعوا مقسومين على جوج ها الرياليين ها البارسا يعني الدوري الاسباني كيتفرجوا فيه المغاربه وكيدعموه وكذا. سانتا شوف عجبو الاجواء ناشط له هو رئيس الفيفا هو لا رئيس الفيفا ناشطين عجبهم الاجواء ماشي بحال العزه اللي عندكم نتوما في داك الشهر. شوف لقطه ديال بيريز عجبهم الاجواء جاوا لقاو التنظيم هو هذاك لقاو الناس الاستقبال الجماهير. شوف الفرق بيننا وبينهم شوف جابوا هاد راس التيموم هذا لتحت باش يعادي المغرب سوق لهم حتى شي واحد. شوف الفوق اش جابوا المغاربه ارسن فينغر كولينا الحكم العالمي شكون هذا اللي هنا خرجه بحال خرجه وهنا فيغو هذا الجباد فيغو مقطوعه التصويره ما باينش هنا روبرتو كارلوس هذا المهم انت رئيس الفيفا وجوه لامعه في العالم وما جابوا لنا دراسه تيمون ما عرفوا حد طلع كيقول صحارى اش من صحارى ابو راس اش من صحارى بقاو ديتو ريسكم ضحكه. شوف الناس محترمين كل بامكاننا حتى حنا في هذا فاش كنحاضر كلشي والعالم كيشوف نطلعوا نقولوا تحيا القبائل جمهورية القبائل وندعموا حتى حنا القبائل ونضحكوا فيكم ولكن لا لا يستوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واش بحال المغاربة بحال الكراغلة الله يهديكم. انت شوف ديال بيرو هو اللي عطى الكاس الملوك
سيرو جيبو نتوما حفيد مانديلا، ماشي مانديلا، حفيد مانديلا ولد عم مول الباش. ها هو شو ديال ديال بيرو، شو ديال بيرو. شو الفرق بيننا وبينكم؟ ها شوف الجلسة ديال الرموز، شوف 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 عندكم كي دايره. لا علاقة، لا علاقة. اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ما كرهناش ديروا لايك، واللي ما تابوناش يتابونا. حنا شفنا المشاهدات بداو كينزلوا، غادي نكابروا ونزيروا اننا نردوها كيما كانت. يلا وصلنا اخر هذا الفيديو، ما تنساوش لايك. ها دير لايك اصاحبي، غادي تخسر الا بركتي على لايك. كتلقى دابا 100000 مشاهده وتلقى 20000 مشاهده ديال لايك، ما وصلش حتى النص. راه اش هذا الشيء دابا نتوما؟ واش بغيتوا نكملوا في الدري ولا بغيت انا نحبسوا؟ يلا وصلنا اخر هذا الفيديو، السلام عليكم. واعطيو لي الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال اتاي، راكي درتي ليا انتي القرون.